My enemies are many. My equals are none. In the shade of olive trees, they said Italy could never be conquered. In the land of pharaohs and kings, they said Egypt could never be humbled. In the realm of forest and snow, they said Russia could never be tamed. Now they say nothing. They fear me, like a force of nature, a dealer in thunder and death. I say, I am Napoleon. I am Emperor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ مساكم طيبين، مبسوطين مسلسين. أخوكم ركان من قناتكم جيمز ابن هنتر، حلقة جديدة يا حلوين وجيم بلاي جديد من لعبة توتال وور نابليون، إضافة أو مود تحسيني يسمح لنا باللعب الإمبراطورية العثمانية بفترة فترتين مختلفة، يا في مصر يا في أوروبا. إن اخترنا مصر لأن تختيم صغير وسريع ويعطينا فكرة عن اللعبة، بحيث يمكن في ناس ودهم يشوفون تختيم آخر من شعب آخر، أو ممكن نكتفي يعني بإظهار معارك في اللعبة. طبعا ما نطول عليكم ونخش في دارث مود كامبين. هذا المود من تطوير أحد المطورين اللي مسميه دارث مود، يعني نسبة إلى دارث فيدر، هذه الشخصية الشريرة اللي في ستار وورز، ولكن ما لها أي علاقة بعالم ستار وورز، هي مجرد اسم يميز هذا المود، يسمح لك تلعب بشعوب مختلفة في اللعبة، ما هي من الشعوب الرسمية اللي في اللعبة. أيضا ما نخفي أنه هذا اللعبة الإصدار الأخير Definitive Edition من ستيم، اللي حاب يشتري اللعبة الروات موجودة في وصف المقطع، سواء تدعمني من جيتو اي تشتريها أو اشتريها من مجرد يعني من الموقع الرسمي نفسه اللي يريحك. Definitive Edition فيه كل الديلسيات، كل الإضافات دمجوها وحسن هذا الإصدار آخر تحسين. الدارث مود يسمح لنا نلعب جميع شعوب اللعبة اللي غير مسموح لنا نلعب فيها. عندنا طبعا قبائل بادية، لا يهمكم الصورة دي، فيه جليتش أعتقد والله أعلم، فيه أيضا المماليك والجمهورية الفرنسية، بريطانيا والأوتومان إمباير. فطبعا اللعب تاريخي فقط، ما هو بورد دومينيشن. في مود لعب الورد دومينيشن اللي هو السيطرة على خريطة كاملة، توقع 40 منطقة يبغالك تسيطر عليها، صعوبة صعبة. وخصائص اللعب راح تكون اننا نشوف تحركات الكمبيوتر بالكامل. في خاصية طبعا موجودة في نابليون توتال وور، انه يمديك تسمح الكمبيوتر هو يتحكم بالبنية التحتية من مباني وضرائب، لكن وايضا هذا الشيء موجود اتوقع في امباير توتال وور. فعموما خليني أصمت الجوال والساعة عشان أستكن. الحلقات حتكون نص ساعة، ما ودنا تكون أطول من كذا، فما نطول عليكم وخش اللعبة. It was an age of exploration, of conquest everywhere. Frenchmen traveled the world, teaching, learning, trading. Always the British were a threat. Their merchants took the best. Their ships strangled our trade. As Britain grew wealthy, France suffered. In the heat of summer, Napoleon landed in Egypt. Now, the East and its wealth would be ours. Egypt. Here, the sands whisper stories of ancient victories and glories. Here, Napoleon felt the history of 40 centuries upon his shoulders. What I have done up to now is nothing, he said. But the desert is harsh and forgiving. Bravery alone will not keep a man alive.
طيب جميل جدا. كانت هذه مقدمة ل يعني خطط نابليون في الجزيرة عفوا مصر ودخولها، وطبعا السيطرة على الإسكندرية ودمنهور، وأيضا ما أدري شو اسم المدينة ذي النطق الصحيح لها، ولكن كاتبين محلة الكبرى، المحلة الكبرى أوكي. فباقي المدن هذه كلها تابعة اللي باللون البيج للمماليك، طبعا بيني وبينهم سلام. اللي بالأبيض الشفاف أو بالرصاصي أو القريه اللي قبائل البادية، أيضا يعتبرون يعني ما بيني وبينهم أي حالة حرب، حالة الحرب فقط مع الفرنسيين أتور. عندي أيضا صلح أو سلام مع الإمبراطورية لا شو اسمه ذي البريطانيا أوكي أو إنجلترا سميها اللي تسميها. فطبعا في توتال وور نابليون مقسمين الشعوب إلى شعوب عظمى وشعوب صغرى. طبعا ما نخفي عليكم أنه في تجارة بيني وبين قبائل البادية، أيضا في علاقات دبلوماسية بين المماليك، وأعتقد لا توقعت أنه في بينهم بين القبائل البادية أي حلف، لكن ما في أي حلف. ففي تجارة بيني وبين قبائل البادية الأوتومان إمباير. وش أهداف الفوز؟ هدف الفوز يبينا ناخذ قلوبيا. وين قلوبيا هذه؟ كايرو، القاهرة نفسها هي قلوبيا أوكي. ما أدري ليش مسمينها قلوبيا. طبعا تعليقاتكم مهمة جدا أعزائي المشاهدين، أنها تكون يعني مفيدة ولها علاقة بالمحتوى، عشان الناس اللي يتابعون السلسلة فيما بعد يستفيدون من التعليقات الحلوة. أوكي، مطلوب مني أخذ ريف دمشق، أوريدي ما أخذها. ريف دمشق هي العاصمة، و وسترن دلتا، الدلتا الغربي طبعا نسبة، الدلتا اللي هو علامة المثلث، فاسكندرية يبيني أخذ اسكندرية. غاليلي ما أخذها أتوقع أنا، اللي هي فوق هنا صح؟ وين هذه؟ بسم الله وينها؟ هاي هذه غاليلي آكر أوكي، ما أدري شو اسمها بالعربي صراحة، مو ما يحضرني. ونورث سيناي، شمال سيناء أو بالأصح عريش، محافظة عريش شمال سيناء. ف يعني الأماكن كلها اللي بيني أخذها ما لها دخل في قبائل البادية، ما يعني أنه أسوي سلام أفضل الآن مع قبائل البادية. ممكن أسوي تحالف، ما له داعي والله، بس يعني ما أدري والله، خلينا نشوف الألايانس، أتوقع هو الشيء الصح يعني أعتقد. لا يستهان فيهم يعني. تمام، إذا استطعت أن أتحالف مع قبائل البادية، طبعا هذا الشيء يجعل قبائل البادية أتوقع في حالة حرب. لا نرجع نشوف، نعم أنا اللي في حالة حرب أوكي لخبطت. فأتفرغ الآن للمماليك أني أحاربهم من ناحية تاريخية طبعا. ودي أسوي تجارة مع بريطانيا، بس ميناهم ما يسمح أني تاجر معهم. بريطانيا طبعا في حالة حرب مع فرنسا، فتاريخيا كانوا يحاولون يحدون من التوسع الفرنسي، وحاربوا خطوط التجارة حقتهم، رغم أن فرنسا ما حاربت بريطانيا بس استقعدونهم البريطانيين. عموما فرنسا حاربت الكل، حاربت أتوقع حتى تاريخيا نابليون دخل موسكو وقاعد فيها شهر بعد إذا ما خاب ظني. فما أدري هذا اللي سمعته، ما أدري المعلومة دي صح ولا غلط. نطور الموانئ عشان نطلع أساطيل بحرية، حلاوة اللعبة دي بالأساطيل البحرية. طبعا في ميناء تجاري وفي ميناء العادي الدوك يارد، فأنا لاحظ الميناء التجاري هو اللي يفيدني أكثر يعني من الميناء العادي باللعبة هذه. مكلف 1200، عندي 4600 صارت 3000،
400 حنا في نهاية شهر سبتمبر من عام 1798 ميلادي. في الحكم عندنا سليم الثالث. سليم الثالث يختلف عن سليم الأول. السلطان سليم الثالث، سليم الأول طبعا في عام 1500 حارب المماليك أيضا إذا ما خاب ظني، ولا زالوا موجودين ما أدري كيف يعني. أتوقع بالفترة هذه مفوض يعني ما عاد فيه مماليك 1798، لأنه أتوقع ب 1802 المماليك إيه 1802 قضوا على المماليك بشكل كامل العثمانيين، فيمكن هذه الفترة ما أدري والله. عدد سكاننا 968 ألف يعني حول مليون. الدخل 3400. عندنا الجيش مكلفنا 2065. تجارة الدخل من التجارة 456 59. تجارة ممكن نزيدها عن طريق الطرق المعبدة، تعبد الطرق بمعنى تحسن الطرق، وهذا الشيء تسويه من خانة الانفراستراكشر في المنظومة أو المدينة أو المحافظة. لكن قبل ما إيه خلنا نسويها، أنا أتوقع ما تكلف. انفراستراكشر يعني بنية تحتية، فنسوي شوارع عادية. الشيء هذا بيعطيك سرعة مشي للجيش وأربعة دخل إضافي في لكل منطقة من المناطق المجاورة. يا مين نسويها هنا أفضل. ما نصرف على الشوارع بشكل كامل، نصرف شوي على المزارع. المزارع أيضا تجيب لك أكل، دخل إضافي، ونسبة تهيل أو إسعاف للجيوش المصابة. فمهم المزارع أن نصرف عليها كبنية تحتية. أول ما ينهى تبنية مجانا نتوقع وبشكل فوري. لا هذا اللي مبني بشكل فوري، هذا عندنا ميناء جاهز، مدينا الآن نطلع أساطيل البحرية. والأسطول البحري يأخذ وقت، عندنا أكثر من أسطول بحري، في سفينتين طبعا حق تجارة بس، وباقي السفن حق حرب. هذه ممتازة السفينة أسلوب. طبعا ما أفهم أنا في مواصفاتها صراحة من سرعة ومناورة، يعني هي كاتب لك قوة الطلق المدفعية، السرعة، المناورة، قوة المقدمة حق السفينة أو بادي السفينة، فما أدري وش الأفضل منهم. أتوقع عدد المدافع يفرق، هذه فيها 38 مدفع، هذه 32، 24. بعدين عندنا القالي، بعدين كاتب لك تحت وش ميزات كل سفينة، أن القالي هذه ما تعتمد على الرياح للتحرك، في عندها يعني زي ما تقول أخشاب للتجديف تعطيها سرعة أعلى. برينجز لايت لأرمرد أرمد تو ماستر سينا، هذه مدرعة شوي. الأربع عشرين مدفع يعني للمناورات، فيبينا واحدة من هذه السفن الضخمة. طلع واحدة أبو 38 بس، الباقي بعدين. طبعا مش فائدة التريد شيب يعني سفينة التجارة، ما أدري هل بالتاجر يعني تجارة أغلبها على الأرض هنا حنا عندنا. طيب عندنا اسطبل. اسطبل إيش فائدة الاسطبل؟ يقلل تكلفة استخراج الخيالة. عندنا حكيم طبعا بالقائمة هنا، ممكن نشوف الجيوش والأساطيل والمناطق والشخصيات يعني زي الحكماء والأبطال هذول، ما أدري يسمونهم، بس هم مسمينهم هنا عملاء، العملاء حقينك. فعندي جاسوس سليمان الحلبي من طائفة الحشاشين. طائفة الحشاشين هذه طائفة اغتيالات يعني نفذون عمليات اغتيال، وهو الجاسوس حقنا في الدولة في شمال لبنان الآن. خليه يتقدم في الخريطة، نضغط زر المسافة عشان بسرعة. وعندنا عثمان قدري أو عثمان قادري، طبعا فائدته أنك إذا حطيته مثلا في مدينة يسرع عملية، تعودنا يعني يزيد الثقافة والأشياء هذه. لكن باللعبة هذه في عندنا شيء يسمونه الكوليج، اللي هي الكلية. الكلية هذه مسؤولة عن شجرة التكنولوجيا، البحوث والتطوير. كل دولة وكل نظام له تطويرات يعني مدنية وعسكرية وصناعية، فحنا يعني ممكن نختار وش التوجه ممكن يتوجه في الوضع هذا. فكلها طبعا تأخذ لها 9 أدوار من أجل تتوجه، ولها فوائد يعني مثلا التوجه الصناعي راح يسمع لنا
يسمح لنا في السيطرة على قوانين الفقراء ومدري ايش، توظف الناس بالمصانع، التوجه العسكري يعني يعطيك يعني اشياء لها تجنيد اتوقع زي ما تقول، لان هذه يقلل السعادة للطبقة، لان ايه هنا عدد السكان السكان هنا نوعين مقسمينهم، ما ادري شلون نشوفها، بس البابليك اوردر سعادة السكان، في طبقة يسمونها الغنية وفي طبقة العادية، طبقتين عندهم يعني. بس انا احس افضل شيء الناشنال دبت هذا، لانه يقلل تكلفة الجيوش 5% ويعطيك دخل في كل مناطق زائد 5، هذا افضل شيء. الدين العام او شيء زي كذا، ناشنال دبت، الدين العام او الناتج المحلي، اتوقع هذا معناه يعني. يعني ميزانية، تحتاج ميزانية. لاحظ تاخذ 9 ادوار، فلما تجيب الحكيم وتخليه يعني يدرسهم في الكلية هذه، تقل الادوار اللي تحتاجها من اجل انهم يتخرجون يصيرون ناس يساعدوك ببناء هذا الوطن. اوكي، عندي 856 عملة نقدية نصرفها على المزرعة هذه، وفي مناطق مختلفة نوزع يعني فلوسنا. اصطبل صراحة ما يهمني، بس يلا نعم بيرفع الدخل. يا سلام، عندنا جيش هنا سيفي كافلري، هيفي كافلري، ومعاه 2 فلسطينيين اوكسيلريز مجندين فلسطينيين. بدينا نطلع جنود، طلع معاه جنود. طبعا لاحظ الوحدة فيها 500 رجال، المود هذا هو مزود العدد بشكل جنوني. الفرق بين الوحدتين هذا سيف، وهذه معاها مدفع، عفوا معاهم سلاح ناري. لاحظ الفرق بينهم، مسافة الاطلاع يعني الاصلا ذولا ما يتقارنون، بس هذا حس فوري على طول صح؟ ما فهمت وش هذا، نشوف. اوكي، الجيش الثاني وينه؟ في هذه المدينة. تسمعون صوت الصلاة؟ طيب نقدم وندافع عن المناطق هذه، نتوقع الآن يعني في أي لحظة المماليك يعلنون علينا حرب. طلعنا الجيش ذا، لحظة وش السالفة؟ اي جيوشنا ما هي قد كذا يعني، ف استثمرت البنية التحتية أول شيء قبل ما، طبعا المدن ما لها حراس يعني، لاحظت الشيء ذا، المدن ما لها حراس. طولنا صح، ضغطنا الزرير ذي كلها هنا، بس في شيء ناقص. لا لا لا، يزر يوريك ال ايه، تضغط على نفس المنطقة، تضغط على اسم نفس المنطقة. يا سلام، هذا اللي ابغاه، ابى اشوف الدخل كيف وذا والسعادة. طبعا السكان زي ما انت شايف في هذه المنطقة مثلا، هذه منطقة النجف صح ولا لا؟ فعندنا طبقة الحاكمة او الطبقة ايه الحاكمة، وعندنا الطبقة اللي تحتها الحاكمة يعني. والدخل عندهم 400 في هذه المنطقة، ولكن النمو بالسالب. السبب اتوقع انه ما عندهم يعني اشياء كافيه تسعدهم، فهذه عوامل يعني السعاده لهذا الطبقات المجتمعيه. مثل ما توقعت المماليك اعلنوا حرب، بس طبعا الباديه رفضوا انهم يعني يخشون معي في حرب ضد المماليك. طبيعي عادي، مو مشكلة. Intellectual centers are the engines of learning in any nation. طيب طبعا استخرجنا الوحدة هذه في هذا الجيش،
الجيش هذا اللي نجي هنا بيطول مرة، فلما نطلع تريد بورت عموما خليه يتحرك، ما له داعي انه يكون هناك اصلا. نستمر في تطوير البنية التحتية. عندنا هنا طبعا المنجرة، المنجرة بعد ممتازة، تقلل استخراج او تكلفة السفن. نستثمر اكثر بالبنية التحتية، عندنا مزرعة هنا طورها كلها، المفروض نطورها كلها. طبعا حرب مع المماليك هذا الشيء يعني انه هذه اقرب مدينة لهم على حدودنا. المزارع هذه كلها طورناها، لحظة ما عندي فلوس. ايرون ماين اكتشفت هنا منجم حديد، مهم اني اطور هذا بشكل ضروري. اي شيء بينه 300 ولا خلاص؟ اي شيء هنا طبل خيول تقذ ذات ست. لحظة، في عندنا الجيش هذا ما تحرك، خليه يتحرك. انا اريد معطيه مكان، ما نبي ندعس على حدود القبائل البادية الا يزعلون. لحظة، في جيش هنا اول مرة اشوف هذا الجيش. طيب اذا عندنا احمد الجزار قائد هذا الجيش، عندنا عمار ميمس، وعندنا محمد علي. طيب كنت بقول شيء بخصوص سليمان الحلبي. طبعا هذا شخصية مرة معروفة، مرة معروفة، الاسم هذا مرة معروف. ما أدري إذا كانوا يقصدون هذا الشخص أو لا، لكن هذا اللي قتل جنرال فرنسي يقال له كيلب أتوقع، كان على رأس قوات فرنسية في مصر، قرابة 30,000 جندي فرنسي تركهم نابليون وراح، فأرسلوه العثمانيين عشان يذبح ذاك الجنرال. طبعا أتوقع بعدين حاكموه الحكام في مصر، حرق يده أتوقع، وقتلوا ناس ثلاثة ثانيين متعاونين معه فاقتلوه لإيش بس ما أدري، ضربوا معنوياتهم أتوقع. بعدين انهزموا الفرنسيين راحوا فيها. بس هذا هو سليمان الحلبي، يعني هذا هو الاسم يعني. انهي الدور. طيب البادية كنسل التجارة معي. طبعا طلعنا السفينة، شوف مسافة مشي السفينة كيف، شوف لك خريطة صح اللي يجي هنا. استطلعنا، يبدو انه ما في اي جيوش. لحظة، في جيش صغير هنا، جيش صغير. طيب عندنا مباني في نفس المدن نفسها، بدينا نطورها. هنا ودنا نطلع الارمي ان كامل. لحظة خلينا نشوف التقارير. افا، قبائل البادية كأنها دخلت حرب ضدي ولا؟ افا، هذا الشيء حلو نوعا ما. إذا بنهاجمهم من هنا. دور. يب. لازم قاعدين. عندنا مدفع هذا الجيش.
اوكي، يعني مو بس انهم كنسلوا التجارة، دخلوا حرب بعد. اوكي طيب، نطلع جنود. هذا مش عندك تطورها الحين اكثر المباني دي؟ لا ما يحتاج. على كذا بنجيب الجاسوس ذا هنا. اوكي hazırlanın طيب لما نطلع جنود اكثر في هذا الجيش. لحظه معلش، انا اشوف في جيش هنا وجيش هنا. هذا لسه ما وصل. hazırlanın اوكي sola marş. هذا جيشنا طبعا. في وحده مختلفه بيزنت بدون وارير، محاربين الباديه، ما في فرق كبير بينهم، دقة بس ان الدفاع هنا اقوى، والفرق بين هذول وهذول يعني بسيط. فلسطيني اكزيلري ف طيب باقي الفلوس نطور فيها البنية التحتية. نبي نبني ثكنات. الثكنات طبعا تسمح لك انك تطلع وحدات اكثر متنوعة. في عندنا طبعا صانع المدافع، هذا مهم نبنيه هنا. عندي 1371 طبعا. هنا لاحظ نمو مو مرة، مو بتطور اي مكان. في عندنا طبعا مصنع وتاجر اسلحة او مصنع الاسلحة عفوا. ايفت ايفت طيب تحركات كاملة والكمال لله. اذا كلهم اعلن عليه حرب، ننهي الدور. طيب قبائل بادي عندهم مدينتين هنا، مدينة هنا العاصمة في جنوب سيناء، وعندهم شاطئ على البحر الأحمر في أثيوبيا إذا ما خاب ظني، أفريقيا أو يمكن في مصر بعد. طيب الخريطة يعني زوم أوت، لاحظ هذا خليج السويس ترى، بس الخريطة ترى مرة زوم أوت، هذا لا زالت مصر، شاطئ البحر الأحمر. هذا جيشنا. طيب معلش نجيب السفينة شوي. ودي بالخيالة صراحة. طبعا هذول خيالة مدفعية، عفوا معاهم اسلحة يعني. تشارج بونس هنا خيالي، تشارج بونس طلع واحد. وش عندنا بعد؟ عندنا سيافين. طيب كفي. هذه وش الوحدة دي؟ نظام، محتاجة النظام 500.
ما لنا داعي نضيع فلوسنا. طلع الجيشين ذي الوحدتين ندرب بالمدافع. واش نيثن؟ هذا مش شيء. انلست ان ادميرال. ما في ادميرال في هذا الجيش. ما نفسه. نرسل السفينة تستكشف مسافة أبعد شوي. طيب مهم نأخذ عريش في شمال سيناء لأنها مطلوبة بالتختيم. كذلك 2240. طيب وين ال هذه عندي مزرعة لجين كام. أوكي أنا ودي أطلع السفن من هنا عشان تكون أرخص. مهم التريدنج بورت هذا يكون جاهز. ميناء تجاري. اوكي افت. وش ذا الجيش؟ كنا جديد. سيد علي طلع في ريف دمشق. من وين جاء ما ادري. لوردوم ما طلعت انا. طيب ليش يطلع؟ ما ادري. حاضر لنم مارش. اوكي يمكن شيء من اوكي صح نسيت الشوارع. نطور الشوارع. مرة مهمة. ساعد في حضرم. emirlerinizi yerine getirmeye hazırım. Karanlık benim dostumdur. Emirleriniz için hazırız. Sola marş. Dur. هنشوف إذا نقدر ناخذ عمان بني صخر ومدري شو اسمه. اوكي. أعزائي المشاهدين قولوا لي إذا ودكم الحلقة تكون ساعة. لوردوم. ولا نكتفي بهذا القدر. مهم رأيكم لأنه هذا الشيء راح يحدد باقي الوضع في السلاسل الأخرى. عفوا في المقاطع الأخرى. علمونا. تحياتي لكم جميعا. أتمنى إن شاء الله اللعبة عجبتكم ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقطع آخر. مع السلامة.